أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في الشرق والغرب. أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم في حلقة خاصة حول هذا العنوان الهام: الصليب بين الحقيقة والإنكار. صليب المسيح، هذا العمل العظيم الذي أتى لأجله المسيح خصيصا من السماء. فالمسيح لم يأتي فقط ليعيش ويعمل معجزات ثم يغادر الأرض دون صليب، لكن المسيح جاء لأجل هذا العمل، فهو قال عن نفسه أن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، وأيضا ابن الإنسان قد جاء لكي يبذل نفسه فدية عن كثيرين. لم يأتي ليعيش ويترك الأرض دون صليب، لكن جاء لكي يعيش ويموت، يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد ولأجل كل شيء، ثم يقوم منتصرا ويصعد إلى السماء جالسا غالبا. أهلا وسهلا بكم في هذه الأيام التي نشعر كثيرا بالمعاناة والآلام، لكن لنا رجاء في المسيح، المسيح الذي مات وقام، المسيح الذي يحمل لنا النصرة، يستطيع أن يصل بالسلام إلى قلبك عزيزي المشاهد. مرة أخرى أرحب بك عزيزي المشاهد في هذه الحلقة الخاصة حول الصليب، صليب المسيح، الصليب بين الحقيقة والإنكار. يسعدني أن يكون معنا في هذه الحلقة الخاصة خادم الرب المحبوب الأخ يوسف رياض. أهلا وسهلا بك أخ يوسف، مشرفنا. أهلا بك أخ حياه، الرب يبارك. الرب يباركك، سعداء تكون معنا ونسمع كلمة الرب على فمك، أهلا بك. شكرا. كمان معانا في الاستوديو الاخ الحبيب باسم شكري في الترنيم، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا خايا. الاخ الحبيب اسامه فيليب في العزف، اهلا وسهلا بيك. اصلي من كل قلبي عزيزي المشاهد ان هذه الكلمات تكون سبب بركه حقيقيه لك، وتكون اجابات على اسئله ربما تدور في ذهنك وتخجل من طرحها، لكننا في هذه الحلقه نطرح كل الاسئله ونقدم كل الاجابات التي تعظم شخص المسيح وعمل المسيح على الصليب. أخ يوسف، من جملة الأسئلة التي وصلت إلينا كثيرا بخصوص هذه الحلقة وبخصوص هذا الموضوع، الصليب بين الحقيقة والإنكار، أبتدي الحلقة معاك بسؤال هام جدا، بيقول: ماذا يمثل موت المسيح في قضية الإنجيل الذي كرز به بولس؟ الإنجيل الذي كرز به بولس في كورنثس الأولى 15، يا ترى موت المسيح، صليب المسيح، يمثل ركن شكله ايه في هذا الانجيل؟ اتفضل. كورنثوس الاولى 15، اقرا الايه اللي جت هناك، يقول: واعرفكم ايها الاخوه بالانجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه ايضا تخلصون. ان كنتم تذكرون اي كلام بشرتكم به الا اذا كنتم قد امنتم عبثا. وبعدين يقول: فإن سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر. إذن المسيحية مبنية على دعامتين نفهمها أيضا من آخر آية في رسالة رومية أصحاح 4: أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. إذن صليب المسيح وقيامة المسيح، دول الدعامتين التي تقوم عليهما المسيحية، والإيمان بشخص المسيح ينبغي أن يتم بقبول هذين الإعلانين: موت المسيح وقيامة المسيح. أشكرك أخ يوسف. هنسمع ترنيمة مع الأخ الحبيب باسم: قصد التجسد العظيم، قصد الأزل، أن يأتي المسيح لا لكي يعيش فقط، لكن أيضا لكي يموت. تفضل يا أخي. أعلنه الفادي الكريم
على الصليب كالحمام، إنه أخلى نفسه وأخذ مقامنا، والله قد ضربه بسيفه لأجلنا. لما رأى السيف التهاب قد صاح من هول الغضب، إيلي لما تركتني ووجهك عني احتاجا، إنك قد ضربتني بسيف عدلك الرهيب، قد ذاب قلبي داخلي كالشمع أمام اللهيب، نكس رأسه الكريم ومات عنا ذا الحنون، محتملا كل الغضب وذائقا هول المنون، في جلجثى ربي قضى عني على عود الصليب، جلجثى نلت الرضا فالشكر للفادي الحبيب، في جلجثى ربي قضى عني على عود الصليب، في جلجثى نلت الرضا فالشكر للفادي الحبيب. أهلا بك مرة أخرى يا أخي يوسف. أهلا بك أخ حياد. الصليب ممكن كمان يكون بيشرح لنا ما قام به المسيح من عمل وهو الكفارة. كلمة الكفارة يمكن أسيء استخدامها وفهمها كثيرا في عدة دوائر، لكن لو حضرتك اديتنا المعنى الكتابي للكفارة، يعني ايه كفارة وكيف تمت الكفارة بعمل المسيح على الصليب؟ احنا نعرف ان الكتاب المقدس متكون من قسمين او جزئين كبار. الكتاب الاولاني اللي هو بين ايدي اليهود وهو الكتاب العبري، كتب اصلا باللغة العبرية، ثم الكتاب اليوناني اللي اتكتب على عهد الرسل في أيام الكنيسة. يعني في كتاب بين أيدي اليهود وفي كتاب بين أيدي الكنيسة، ونحن نؤمن بكلا العهدين القديم والجديد، والرائع أنه في تكامل عجيب جدا بين هذين القسمين. أنا بقول المقدمة دي لأن في العهد القديم العبري كلمة كفارة معناها كفر أو غطى الشيء، ففي حاجة مطلوب تغطيتها، بينما الكلمة في اليوناني اللي جت في العهد الجديد تعني طردية. يبقى الكلمة تعني أمرين، تغطية وطردية. تغطية للذنب للخطية، الله عينه أطهر من أن تنظر الشر، عشان كده لازم تغطية للخطية. لكن كمان الله بار وعادل، وكل تعد لابد أن ينال عقابا رادعا، عشان كده الكفارة في العهد الجديد تعني طردية. يبقى إذن الخطية اللي اتعملت عايزة تغطية، الله الذي أسيء في حقه يحتاج طردية، وكفارة المسيح عمله على الصليب غطى الخطية نهائيا وعوض الله، أداله يعني حسابه كاملا على خطايانا. يعني احنا اذنبنا، احنا اخطأنا، المسيح قام بتسديد الدين نيابة عنا. يتم
في كلمات مزمور 69: حينئذ رددت الذي لم أخطفه. تمام، أشكرك. حضرتك ليك إصدار معروف عن الأناجيل الأربعة، ورديت على السؤال أربعة أناجيل أم إنجيل واحد. على هذا القياس عايزين ناخد من حضرتك إجابة على هذا السؤال: أربعة ذبائح ولا ذبيحة واحدة؟ إن كان العمل الذي قام به المسيح على الصليب هو عمل واحد، وذبيحة المسيح هي ذبيحة واحدة، لكن ليه نتقابل في سفر لاويين مع ما يسمى بالمحرقة وذبيحة السلامة وذبيحة الإثم وذبيحة الخطية؟ ليه أربعة وليه تعدد وجوانب للذبيحة؟ هي ذبيحة ولا أكثر من ذبيحة؟ تفضل. العهد القديم كان بيعلمنا مبادئ الاقتراب إلى الله، كان بيعلمنا إن في خطية ومطلوب كفارة عنها، وعشان كده جاء سفر اللاويين بذبائحه المتنوعة، وعاوز يدي الفكر عميقا عند الإسرائيل التقي أنه خاطئ، أنه مذنب، أنه يحتاج إلى ذبيحة تعيد العلاقة بينه وبين الله، وقبل ده كله في ذبيحة علشان اللي هي المحرقة ترضي الله تماما في مشهد انحراف الإنسان وخطية الإنسان. أقدر أقول إن العمل واحد، لكن لأنه عمل عظيم جدا. ليه عمل عظيم؟ لأن اللي قام بيه عظيم. مين اللي قام بيه؟ هو الذي قال فكان، أمر فصر، هو الذي أبدع الخليقة كلها، اللي بيقول عنه في إنجيل يوحنا واحد: كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. يعني واحد كان زمان بيقول المسيح اتصلب والرسول بطرس اتصلب، قلت له بالضبط الفرق بين صليب المسيح وصليب بطرس هو كالفرق بين المسيح وبطرس. المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد، بطرس هو مجرد إنسان آمن بالمسيح وسلم حياته. ما أبعد الفرق. فعمل المسيح، نظرا لأن الذي قام بالعمل عظيم، فإن عمل المسيح أيضا عظيم. أو أقدر أقول إن لي أربع أوجه: هو المحرقة اللي ردت وكفت ووفت قلب الله، لكن كمان هي ذبيحة السلامة اللي أوجدت الجسر الذي يربطنا بالله، ثم هي ذبيحة خطية تعالج مشكلة الخطية، ثم هي ذبيحة إثم، لأن الخطية لها جانبين. الجانب الأولاني إن أنا ارتكبت غلط في حق الله، لكن أيضا في ضرر حصل من الذنب، ودي ذبيحة الإثم، إنها تعالج الخطأ والضرر الذي وقع. فأقول باختصار إن ذبائح أربعة علشان تكلمنا عن جوانب الأربعة بتاعت موت المسيح، تمام، زي ما قلنا في أربع أناجيل بتكلمنا عن المسيح الملك، المسيح الخادم، المسيح الإنسان، المسيح الله الذي ظهر في الجسد. شخص عظيم وعمله أيضا عظيم. تمام، شكرا لأجل هذا الشرح الوافي. ربما أحد المشاهدين بيسمعنا دلوقتي وإحنا بنركز على موضوع الذبيحة والدم والحيوانات التي كانت تقدم ذبائح، ويقول لي أنا كعياد، يقول لي يعني اعقل، كيف تقول أن دم حيوان محدود أقل قيمة من الإنسان يكفر عن الإنسان الذي هو أعلى قيمة من الحيوان؟ هل الدم في ذاته؟ الحيوان في ذاته؟ هل الله كان بيقبل الحيوان لذاته ولا كان عنده رصيد آخر؟ ادينا فكرة للنور ده. هو في الحقيقة الرجل اللي قال الكلام ده ما اكتشفش الأمر، لكن لو قرينا رسالة العبرانيين يقول لنا لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. أما الإلزوم الذبائح في العهد القديم للتقريب بجيب التشبيه ده: واحد راح علشان يشتري مثلا عربية مرسيدس آخر موديل، وكنا نتوقع أنه يدخل الراجل بشنطة كبيرة مليانة فلوس، علشان أكيد العربية يعني مبلغها كبير جدا، ثمنها غالي جدا. لقينا الراجل مش داخل لا شنطة ولا حاجة، لكن معاها في المحفظة كارت صغير كده
بعد ما اتفقوا على السعر ادى للراجل الكارت والراجل خلص المسألة. هل الكارت ده يساوي العربية اللي ثمنها يعدي المليون مثلا؟ طبعا لا. امال ايه الحكاية؟ لهذا الكارت اللي قدمه الراجل صاحب المعرض له رصيد عنده في البنك، له عنده رصيد يكفي يشتري به العربية الغالية. ده تشبيه بسيط، ان مش الذبيحة الحيوانية اللي كفرت، الذبيحة الحيوانية ما تكفرش، لكن اللي كفر المسيح. وكانت هذه الذبائح مجرد صورة رمز، هو كريدت كارد اللي بنقدر نشتري به، لكن مش في قيمته في أي قيمة، لا، لكن القيمة كلها في المسيح وعمله فوق عود الصليب. أشكرك يا أخي يوسف. في سؤال جوهري في قضية صليب المسيح أحب أسمع رد عليه. المسيح وناسوت المسيح، يعني كثيرون يتطاولون على ناسوت المسيح، وهم يعني في تبريراتهم يقولوا إحنا يعني بننصف المسيح. تنصفه إزاي؟ يقولك المسيح كان إنسان كامل زيه زي أي إنسان، فكان من الواضح ومن الطبيعي أن يكون عنده إنجذابات وشهوات، لكنه يكبح هذه الإنجذابات والشهوات فيتمتع بالكمال. هل ناسوت المسيح الذي كان سيقدم على الصليب كان ناسوتا به عيوب، كان معيوب، ولا كان خاليا من العيوب؟ وقضية خلو الناسوت من العيوب تمثل إيه في قضية الكفارة؟ في الحقيقة لو كان في عيوب زي ما هؤلاء يقولون ما صلح أن يقدم نفسه فدية وكفارة. أجيب آية واضحة بتقول جعل الذي لم يعرف خطية، جعله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. يبقى إذا لو كان المسيح يعرف خطية، عنده طبيعة خطية جواه، كانش يصلح أنه يتقدم ذبيحة، لأن الحمل الذي يقدم بلا عيب ولا دنس. يبقى هنا أول حاجة بيقول لنا أنه لم يعرف خطية، بيقول لنا أنه لم يفعل خطية، ويقول لنا ليس فيه خطية. وتلاحظ حضرتك قبل ما المسيح يوصل للصليب كان قال عبارة مسجلة في يوحنا 14، رئيس هذا العالم يأتي، اللي هو الشيطان رئيس هذا العالم، وبعدين وليس له في شيء، لا تجاوب بيني وبين الشيطان لا من قريب ولا من بعيد. المسيح قدوس، هذا ما قاله الملاك عندما بشر المطوبة مريم بمولده، وده اللي قاله الرسول بطرس، بل ده اللي قاله الأنبياء العهد القديم لما بيقول في مزمور 16 الآية 11، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع قدوسك أو تقيك يرى فسادا. فالمسيح الذي مات على الصليب كان قدوس بلا شر ولا خطية، وإلا كان يحتاج من يفدي ويكفر عنه، مش هو اللي يفدي ويكفر. لكن شكرا لله المسيح جاء ومات على الصليب وكفر عن الملايين من الذين آمنوا به، أما الذي رفض الإيمان به خطايا لم يكفر عنها، وعليه يدور على من يكفر ولن يجد، لأن ما فيش من يكفر إلا المسيح. تمام، أشكرك. يعني كمال ناسوت المسيح كان هو حجر أساس كمال عمل المسيح على الصليب. تمام. قبل ما نسمع لترنيمة تاني من الأخ الحبيب باسم، عايز رد من حضرتك على الميعاد الذي كان سيموت فيه المسيح. هل السماء حددت هذا الميعاد؟ وإحنا عارفين إن كان في محاولات لقتل المسيح في أماكن متفرقة وفي أوقات متفرقة، لكن الكتاب يقول ساعته ما كانتش جد. هل الكتاب سبق في أسفار العهد القديم وقال لنا إمتى هيموت المسيح؟ السماء حددت المكان والزمان؟ إذا عرفنا أن المسيح هو الفصح، فكان يتحتم أن المسيح يموت في عيد الفصح. كمان لو قرينا نبوة دانيال أصح 9 هيكلمنا عن 69 أسبوع، يعني 69 في 7 483 أسبوع سنة. هذه السنين بالضبط اتحسبت،
من خروج الأمر بتجديد أورشليم وبنائها، نحمي أصاح 2 عدد 4. نعدة 483 باليوم في واحد كاتب إنجليزي معروف اسمه والتر سكوت، الرجل ده ألف كتاب عن The Coming Prince وحسبها باليوم، اليوم اللي دخل فيه المسيح إلى مدينة أورشليم لكي يصلب الأسبوع بتاع الآلام، في ذلك اليوم بالضبط تمت 69 أسبوع اللي بيقول عنها دانيال في أصح 9 من نبوته يقطع المسيح وليس له. طيب يقطع المسيح في أي يوم؟ في يوم الفصح، والمسيح كان قال الكلام ده لما تعلمون أنه بعد يومين يكون الفطير أو الفصح وابن الإنسان يسلم علشان يقتل. طبعا رؤساء الأمة ما كانوش عايزين المسيح يموت في عيد الفصح، فقالوا ليس في العيد، كانوا خايفين لئلا يحدث شغب في الشعب، لكن المسيح كان قال أنه هيتم في يوم الفصح. وفعلا في اليوم الذي فيه لم يدخلوا إلى بيلاطس عشان يرجعوا بيتهم يأكلوا خروف الفصح، يعني الخروف كان الذبح وبيتاكل، كان المسيح معلق على الصليب في نفس اليوم، وكان ينبغي أن يقوم في يوم الباكورة اللي هو غد السبت، وكان ينبغي أن يكون الفاصل ما بين موته وقيامته 3 أيام إتماما للنبوات أنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. فقصة الصليب كلها كانت السماء مهيمنة تماما عليها بحسب ما جاء عنها في العهد القديم. تمام، كما هيمنة السماء في كل تفاصيل ميلاد المسيح، أين سيولد في بيت لحم، ومتى سيجيء في ملء الزمان، أين سيخدم بداية خدمته في الجليل، أيضا متى سيموت وأين سيموت المسيح، وكم يوم هيظل في القبر، وفي اليوم الثالث يقوم. السماء أدارت كل أحداث ميلاد وموت وقيامة المسيح. شكرا يا أخي أخونا باسم، يعني الترانيم التي تتكلم عن الصليب تذيب القلب والوقف عند الصليب تذيب القلب، فالترنيمة اللي حضرتك ترنيمة أنا عارف كلماتها تذيب القلوب، وأصلي من كل قلب إن الكلمات تصل إلى المستمعين والمشاهدين في كل مكان، يترسم قدامهم شخص المسيح مصلوب. تفضل. نقول حبيبي أياما لأجلي جرحت وعني ذبحت بعيد الخطى، بصبر انت
تحملت كل الألام وذقت العذاب ومر السقام حبيبي لكي تمحو عني الأثام تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله حبيبي وأنت الذي ما فعلت رديا جعلت لأجلي رديا كشاة تساق إلى الذبح صرت وكاللص صرت أيا سيدي فيا لي من آثم معتدي ويا لك من غافر مفتدي تدق يداك فداء يدي فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي أنت الإله لك القلب أهديه طول الحياة لك القلب أهديه طول الحياة أرد لك سيدي ما فيش حاجة نقدر نقدمها لكن تكريس الحياة تكريس الحياة بكل تفاصيلها يشبع قلب الرب وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات من أجلهم وقام. أخ يوسف عودة مرة أخرى لهذا الموضوع الموضوع الجوهري المحوري صليب المسيح. حضرتك في بداية الحلقة قلت لنا أنه الإنجيل الذي كرز به بولس أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. كلمة حسب الكتب يعني نبوات العهد القديم وكتب العهد القديم سبقت وأنبأتنا وأعلنت عن حتمية موت المسيح وقيامة المسيح. فين جه في العهد القديم من نبوات تقول لنا تفاصيل موت المسيح وإزاي اجتمعت كلها في شخص واحد في المسيح؟ وهل في احتمالات أنها تتم بطريق الصدفة في شخص آخر؟ يعني ممكن اللي حصل ده حصل مع أي واحد أو يحصل مع أي واحد بطريق الصدفة ولا الموضوع حصري على المسيح تتميما لأقوال أنبياء العهد القديم؟ الحقيقة النبوات التي جاءت عن المسيح في العهد القديم كثيرة جدا فوق 300 نبوة من أول مولده العذراوي ومولده في بيت لحم ولجوءه إلى مصر ومذبحة الصبيان هذا الكلام كله لغاية لما ندخل لخدمته ودخوله ومعجزاته وطريقة تعليمه حتى يكونه يعلم بأمثال كل ده مذكور في النبوات ال 24 ساعة التي سبقت موت المسيح ودفنه اللي هي الليلة الأخيرة الليلة التي أسلم فيها أحد رجال الله قال أن فيها 49 نبوة في ال 24 ساعة دي بس طبعا ده لا يمكن إطلاقا تتم في شخص واحد ولا سيما أن الذين كانوا يتممون النبوات مش ناس حريصين على إتمام النبوة ولا يعرفوا حاجة عن النبوة دول كان بعضهم رومان والرومان من العسكر إيه علاقتهم بالنبوات وإتمامها يعني مثلا أخذوا أمر من بيلاطس يكسروا ساقي المصلوبين علشان يدفنوا بسرعة ما كسروش ساقي المسيح كتاب يقول لنا لأنهم رأوه قد مات كان مات يدوبك قبلها بدقائق قليلة جدا لكن الحقيقة مش لأنهم رأوه قد مات لكن لأن في نبوة بتقول عظم لا يكسر منه ومثلا ما أخدوش أمر بطعن جنب المسيح العسكر الروماني طعن جنب يسوع وللوقت خرج دم وماء لماذا؟ الكراهية أو البعض بيقول عشان يتأكد من موته
كل ده ماشي، لكن في الحقيقة أن هذا كان ليتم الكتاب، أو لأن هناك نبوة أخرى بتقول سينظرون إلى الذي طعنوا. في الحقيقة إذا قرأنا الكتاب المقدس بتجرد وابتدينا نشوف إزاي أن الكتاب الذي بين أيدي اليهود الذين يكرهون المسيح بيتكلم عن أحداث ولادة المسيح، حياة المسيح، موت المسيح، قيامة المسيح بصورة يعني مذهلة، ده مش ممكن يكون من عمل بشري، لكن ده الله الذي عنده حل، اللي هو أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية، دان الخطية في الجسد، الحل ده كان في مجيء المسيح. وعشان كده كانت السماء ساهرة على إتمام كل ما يخص موت المسيح وقيامته حرفيا وبكل دقة. تمام، معروف أن المسيح على الصليب قال 7 عبارات. العبارة الوسطى مشهورة: إلهي إلهي لماذا تركتني، وهي العبارة الرابعة والتي ذكرها متى ومرقس. البعض بيعتبر أن قول المسيح إلهي إلهي لماذا تركتني أي أن الله أو اللاهوت ترك يسوع الناسوت، فانفصال اللاهوت عن الناسوت حدث في الصليب. هل معنى الآية دي إلهي إلهي لماذا تركتني انفصال اللاهوت عن الناسوت؟ اللي بيقولوا الكلام ده ما عندهمش خبر إطلاقا بموضوع الفداء. لماذا الله ظهر في الجسد؟ بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، ظهر في الجسد لكي يموت. طب ما أي إنسان يموت، أي إنسان خاطئ، لكن المسيح هو الوحيد الذي يستطيع أن يقدم نفسه فدية وكفارة، لأنه بلا خطيئة، ولأن نفسه ملك نفسه، ولأنه بلاهوته قيمته أكبر من قيمة العالم أجمع. يبقى إذن كان ينبغي أن الله يظهر في الجسد، وكان ينبغي أن هذا الشخص الفريد العجيب يموت فوق الصليب، وما كانش ينفع أي حل آخر غير موت المسيح على الصليب. لكن أنا عايز أقول بس ملاحظة، هل في حياة المسيح كلها في الأربع أناجيل، ولو نقرأ كمان بقية العهد الجديد أو بقية، هل مرة واحدة المسيح قال للآب إلهي إلهي؟ هل خاطب الله باعتباره إلهه؟ في الحياة ولا مرة. هو دايما كان يقول يا أبتا، دايما كان ما يصلي يصلي للآب، أيها دايما الآب، أيها الآب. لماذا هنا وهنا فقط في كل حياة المسيح قال إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وما معنى هذه العبارة؟ ببساطة أن المسيح كان بديلي، بديلة، بديل كل مؤمن حقيقي. إحنا بشر ونستحق الترك من الله، المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد، فعندما كان يمثلنا، عندما كان واخد مكاني ومكان كل مؤمن حقيقي، المسيح لذلك قال إله، لأنه كان الإنسان الذي يمثلنا دون انفصال لاهوته عن ناسوته، وإلا كان حيبقى إنسان مات يفدي إنسان، إنسان يفدي إنسان. لكن نظراً لاتحاد اللاهوت بالناسوت، قيمة عمل المسيح قيمة غير محدودة، ويقدر لو كل العالم، لو افترضنا أن كل العالم عايز يخلص، كفارة المسيح تكفي ولا ما تكفيش؟ في الحياة تكفي تماماً تماماً، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً. لذلك وهو على الصليب، المرة الوحيدة اللي فيها بيخاطب الله إلهي إلهي لماذا تركتني، لأنه كان يمثلني أمام الله العادل القدوس. أشكرك يا أخ يوسف. في سياق كلامك يا أخ يوسف السابق كنت بتتكلم عن الفلك عندما كان بين مياهين، مياه من أعلى ومياه من أسفل، وانت بتقول لنا كان ليه لماذا ينبغي أن يرفع المسيح على الصليب مرفوضا من الأرض ومتروكا من الله، وده بياخد بأذهاننا إلى صليب المسيح الذي تألم من اتجاهين: آلام من البشر وآلام من يد الله الديان العادل بالترك.
وألامنا البشر كلنا عارفينها، وربما كثيرون يتذكرون هذا النوع من الألام في هذه الأيام، المسامير والجلد وإكليل الشوك والضربات لكن عايز أقول بأي نوع من الألام تم تسوية مشكلة خطايانا؟ بأي نوع من الألام تم قبول الكفارة؟ هل المسامير والأشواك والطعنات فقط هي التي أدت إلى تسوية مشكلة خطايانا، ولا كان في غضب من ناحية تانية، ألم من ناحية تانية؟ يعني لما تقرأ إشعياء 53 وهو أصحاح يتحدث بصورة رائعة عن صليب المسيح، فمثلا بيقول إيه؟ بيقول كده أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. بالمناسبة كلمة يسحقه دي ما جتش أول مرة هنا، دي جت بدري بدري في تكوين 3 لما بيقول كده أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت الحية تسحقين عقبه. وده اللي حصل في ساعات من يد البشر، يعني الشيطان عشان يسحق عقب أو ناسوت المسيح لما الدنيا كلها ضد المسيح وسحقه. يقال ان العارفين في العبرية يقولوا ان الكلمة اللي جت في تكوين 3:15 تسحقين عقبه اخف بكتير قوي من اللي جت في اشاعه 53 الايه 10 الرب سر ان يسحق. الكلمة اصعب بكتير، فالسحق اللي اخده من يد الله كان اضعاف السحق اللي اخده من ايد البشر. وعشان كده عندما دقت في يديه المسامير شيء رهيب رهيب فعلا، لكن ما صرخش. لما الجلدات الرهيبة اللي بيقول على ظهري حرث الحراث طوالوا أثلامهم، يعني تعرف التلم اللي بيمشي في الأرض يشقها ويجيب عليها وطيها، عملوا كده في ظهر المسيح له كل المجد، لكن لا نقرأ أنه صرخ. لما حطوا إكليل الشوك على جبينه وبعدين واحد ضربه بالقصبة على رأسه، طبعا صار منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل وصورته أكثر من بني آدم. لم يصرخ المسيح، امتى صرخ؟ بعد ساعات الترك، عندما قال إلهي إلهي لماذا تركتني. المسيح ترك من الله، مش بس ترك، لكن ده بيقول في زكريا 13:7 استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود اضرب الراعي. يعني المسيح اتضرب من أجل ذنب شعبي، فعلا ذنب الشعب بتاعه المسيح اتضرب نيابة عنه. عشان كده السيف اللي البعض بيقول ده السيف المذكور في تكوين 3 سيف لهيب نار متقلب يمنع الاقتراب من شجرة الحياة، هذا السيف لم يستيقظ على أحد لأن محدش جرؤ أن يقترب، لكن لما جاء المسيح الله في ساعات الظلمة قال استيقظ يا سيف على راعي وعلى رجل رفقتي اضرب الراعي، وده اللي حصل. ولذلك صرخ المسيح تلك الصرخات الرهيبة في العبارة الرابعة. تمام، أشكرك يا أخي يوسف. قبل ما نسمع ترنيمة أخرى عن الصليب، الكلمات المباركة عن صليب المسيح، محتاج أرجع لحضرتك بسؤال. الحقيقة كان مسار جدل لفترات طويلة وظهر على الساحة مؤخرا، وهو موضوع البدلية العقابية. يعني في إيجاز وفي عبارات موجزة تقدر تقول لنا أن موت المسيح على الصليب كان نتيجة للخطية ولا أيضا عقوبة لخطية الإنسان؟ موت المسيح على الصليب فقط لأنه كان حاملا لخطايا الإنسان، ولا كمان عقوبة بديلا عن الأثمة والفجار؟ ادينا فكرة عن موضوع البدلية العقابية. أعتقد الاثنين صح. يعني هو لما جعل خطية ترك من الله ومات، لكن أيضا لأن أجرة الخطية هي موت، عشان كده يقول وهو مجروح لأجل معاصين مسحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليك وبحبره شفينا. وبعدين يقول كلنا كغنم ضلل ملنا كل واحد إلى طريقه، بعدين يقول والرب وضع عليه إثم جميعنا. تتذكر حضرتك لما أخطأ داود واعترف بالخطية، ناثان قال له تعبير مهم قوي، قال له والرب نقل عنك خطيتك، نقلها
حطها فين؟ البديل. طبعا نعرف من العهد الجديد من إشعياء 53 ومن العهد الجديد انها اتشالت من على داود وتحطت على المسيح. مش بس خطية داود، والرب وضع عليه اثم جميعنا. واقدر اقول ان الصلبان الثلاثه بيحكوا لنا حكايه مهمه قوي، يا ريت المشاهد يخلي باله. الصليب الاوسط المسيح معلق عليه، الخطيه مش فيه لكن عليه. اللص اللي تاب وامن، الخطيه فيه لكن مش عليه، راحت فين؟ اتحطت على المسيح. بينما اللص الهالك الخطيه فيه وعليه وحتفضل عليه الى ابد الابدين. واعتقد ان كل واحد يرفض كفاره المسيح الخطيه باقيه عليه، خطيتكم باقيه زي ما المسيح قال في انجيل يوحنا 8. تمام، اشكرك. فالرب قد وضع عليه اثم جميعنا. تمام. كلمات عن الصليب يا اخونا باسم. مين بمناسبه السحق نقول وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين، قصه الحب العجيب اللي ظهرت على عود الصليب اللي بنتكلم عنه. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب. وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين، قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي الثمين. كان بالأمس يقول يصنع الخير العظيم وينادي بالحياة يشفي جرح المتعبين. كان حبه عجيبا إذ أحب الآثمين، ده لأنه يسوع قد أحب كل حين. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب. وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين، قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي الثمين. بينما الحب يقول كان فكر الحاقدين كيف يقتلوا يسوع إذ أحب المذنبين. حتى تنتهي الرواية قصة الحب الثمين، حتى تكتب النهاية مات بين المجرمين. قصة الحب العجيب قد تجلت بالصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب. وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين، قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي الثمين. قد أهين الحب ظلما، قد أهين بالصليب، منطق الناس تلاشى إذ بدا الحب السكين. إنه حب سيبقى
أبد الدهر يكون. ليس حب مثل هذا صادقا دوما حنون. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب، وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين. قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي الثمين. أي حب قد تناهى مثل حبه العجيب؟ أي حب مثل هذا قد بدا بعد الصليب؟ كل حب في الوجود نبعه حب يسوع، كل حب في كياني رده حب يسوع. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب، وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين. قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي الثمين. أحلى قصة في الوجود قصة الحب العجيب التي لم يروها المسيح بكلمات دون عمل، لكن كانت مسطرة بدم المسيح على الصليب. الحب الذي يعطي ويصر أن يعطي. البولس متذكرين كلمات ربنا يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. كل أنواع المحبات الموجودة في العالم كلها تتكلم عن الأخذ، إلا الحب الذي ظهر عند الصليب. هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. أخي يوسف، عودة مرة أخرى للأسئلة. أنا عارف أن احنا واخدين وقت حضرتك، لكن ألذ موضوع على قلوبنا موضوع الصليب. وزي ما الترنيمات الجميلة والكلمات الرائعة التي تعظم شخص المسيح وعمله، هناك بعض الاستفسارات اللي أحيانا البعض بيعصر في فهم أجزاء في الكتاب، فعلشان يهرب يلاقي تفسيرات من عنده أو يجيب لها تفسيرات من عنده. من ضمن الحاجات ديت قضية آية يونان النبي اللي كان في باطن في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في باطن الأرض 3 أيام و3 ليالي. والحقيقة كتير وقف قدام التقسيمة ديت وقال إن المسيح إن كان صلب في يوم الجمعة وقام في فجر الأحد، ففين 3 أيام و3 ليالي؟ لغاية كده ما فيش مشكلة، لكن المشكلة الأكبر إن هم يحطوا حلول من عندهم، يقولوا إذن صلب المسيح يوم الخميس والبعض راح كمان ليوم الأربع. عايزين حضرتك يعني في عبارة موجزة تقول لنا إيه موضوع 3 أيام و3 ليالي وصدق أقوال الكتاب في هذه العبارة. واحد قال تعبير جميل، قال إن اليهود الذين لا يحبون الإنجيل ويطعنون فيه لم يحاول ولا واحد منهم على مدى 2000 سنة أنه شكك في مسألة 3 أيام و3 ليالي. لماذا؟ لأن دي لغة اليهود. اليهود دي لغتهم وفاهمين يعني إيه 3 أيام و3 ليالي. وإيه اللي فاهمين إيه؟ بيفهموا إزاي؟ ببساطة أن الجزء من اليوم عند اليهود يعتبر يوم وليلة. يبقى إذن المسيح يوم الجمعة عندما دفن لمدة ساعات قليلة، يعني مات بعد الساعة 3 بعد الظهر، فلحقوا يدفنوه فترة وجيزة جدا تحسب يوم وليل طريقة حساب اليهود كده. يوم السبت كامل ما فيهوش مشكلة فيوم وليلة. يوم الحد قام في الفجر جزء من اليوم، وهذا الجزء يسمى في لغة اليهود
يوم وليلة، يبقى 3 أيام و3 ليالي. وعشان كده اليهود لما طلبوا من بيلاطس انه يؤمر بضبط القبر ما قالولوش الى اليوم الرابع، لكن قالوا له مر بضبط القبر الى اليوم الثالث. ليه؟ لان كده تبقى خلصت 3 أيام و3 ليالي في مفهوم اليهود. للتسهيل او للتوضيح للي مش قادر يفهم، بس حاجه، اما اللي مش عايز يفهم انا ما بحاولش معاه. اللي عاوز يفهم، النهارده الاوتيلات معروفه دي ان لغايه الساعه 12 ولو قعدت ساعه او ساعتين تحسبها لك يوم كامل. وانا شخصيا مره كنت عايز اقعد 4 ساعات في اوتيل لان كنت تعبان، فرحت قالوا لي هتدفع يومين لان من الساعه 10 للساعه 12 هنحسبه لك يوم، ومن الساعة 12 للساعة 2 هنحسبه لك كمان يوم. للغة الفنادق احنا فاهمينها. لغة اليهود ان الجزء من اليوم يعتبر يوم وليلة، وهذا هو السبب الذي جعل رؤساء الكهنة يقولوا لبيلاطس اؤمر بضبط القبر الى اليوم الثالث، وده اللي خلى المسيح يقول في اكثر من مكان وفي اليوم الثالث يقوم ولم يقل في اليوم الرابع. تمام، واضح جدا، شكرا يا أخي يوسف. أنا من بقي لبعض الأسئلة الموجزة والقصيرة التي تتعلق بالقيامة، بس قبل ما أسيب قضية الصليب محتاج أرد على يعني طرح منشور ومعروف والبعض بيؤمن به عن هل ذهب المسيح إلى السجن من قبل الصليب. يمكن البعض بيقرأ الأعداد الواردة في بطرس الأولى أصحاح 3 من عدد 18 ل 20. لو هقرأ من عدد 18: فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن، إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى. البعض اعتمد على هذه القراءات وطلع بتعليم أنه بموت المسيح على الصليب نزل إلى الجحيم لكي ما يحرر نفوس وأرواح مؤمني العهد القديم، كلهم كانوا محجوزين في السجن والمسيح طلعهم بموته. هل التعليم ده ليه جذور في الكتاب، وهل هو تفسير لهذه الأعداد اللي قريتها دلوقتي؟ الحقيقة هذا الكلام مضاد، مش بس ملوش سند في كلمة الله، إنه مضاد لكلمة الله. إزاي؟ المسيح في العبارة الثالثة التي قالها لللص التائب قال له اليوم تكون معي في الفردوس، فأين الجحيم هنا؟ ولما العبارة السابعة اللي قالها للآب قال له يا أبتا في يديك أستودع روحي، فأين الجحيم هنا مرة ثانية؟ حاجة تانية، أرواح الأبرار، من قال أنها مضت إلى الجحيم؟ جبناها منين؟ أجيب على كده بعض الأدلة. يعني أخنوخ صار مع الله وربنا رضي عليه، مكتوب كده إن بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، فربنا رضي على أخنوخ. كانت الناس في الوقت ده بتعيش 900 سنة، هو 300 سنة وربنا أخذ، ربنا أخذ وادي جحيم. يعني لما ربنا ينبسط من واحد بدل ما يعيش على الأرض 900 سنة ياخده يوديه الجحيم، هو ده التفسير؟ ده ينفع الكلام ده؟ طيب الحاجة الثانية، المسيح لما تكلم عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب قال لأن الجميع أحياء في الجحيم؟ لا، الجميع أحياء عنده، عند الله، ده إبراهيم وإسحاق ويعقوب. المسيح لما تكلم عن الغني ولعازر حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، يبقى إذن إبراهيم مش في الجحيم ولا لعازر في الجحيم، لأن إبراهيم قال الآن هو يتعزى وأنت تتعزى. الكلام بقى اللي يعني يقطع الشك باليقين، ملوك الثاني أصحاح 2، صار عند إصعاد الرب إلي في العاصفة إلى السماء. ربنا صراحة، ملوك الثاني أصحاح 2 عدد 1، أخذ إلي ودى السماء. ومن فين الجحيم هنا؟ مفيش جحيم. الآية دي بتقول إن أرواح القديسين كانت في الجحيم، فين الكلام ده؟
بيقول إيه؟ بيقول كده: ذهب فكرز للأرواح التي في السجن، ذهب في الروح الذي فيه ذهب. يعني روح الأنبياء كان فيهم روح المسيح، وده كلام واضح من أصحاح واحد لما بيقول روح المسيح الذي فيهم السبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. فالمسيح ذهب مش شخصيا لكن في الروح القدس، مش شخصيا برضو لكن عن طريق نوح اللي كان فيه روح المسيح. وكرز للأرواح التي الآن هي في السجن اضعصت قديما. فهو لا يحدثنا عن قديسين، هنا مش بيتكلم عن قديسين أبدا، ده بيكلمنا عن عصاة. ومش كل العصاة على مدى الدهور، لكن العصاة أيام نوح. والمقصود من الموضوع كله إيه؟ بطرس بيشجع إخواته المؤمنين بالمسيح من اليهود، فقال لهم مش كل الأمة في كثرتها ما قبلتش المسيح، معناه أن أنتوا غلطانين، أنتوا فاكرين أيام نوح العالم كله هلك وما فيش غير 8 اللي خلصوا، فأنتم أوعى الحرب النفسية تأثر فيكم. لا، أنتم ماشيين صح. وجاب لهم قصة بقى العصاة أيام نوح. فليس عن القديسين يتكلم هذا الفصل، والقديسين ما راحوش الجحيم والمسيح لم يذهب إلى الجحيم. هذا التعليم كما قل مش بس يفتقر إلى السند الكتابية، لكن كل الكتاب يضاد هذا التعليم جملة وتفصيل. أشكرك لأجل هذا النور وأجل هذا الإيضاح. ربي يباركك يا أخي يوسف. مات المسيح وكان ينبغي أن يقوم المسيح، يعني يوم الجمعة ينبغي أن يتبعه الأحد. صلب المسيح، موت المسيح، كان ينبغي أن يتبعه قيامة المسيح. عايز أحط افتراضية يعني طرحها بولس في كورنثوس الأولى 15: ماذا لو لم يقم المسيح؟ ليه موضوع القيامة ده مهم؟ ليه احنا متمسكين بقيامة المسيح؟ ماذا لو لم يقم المسيح؟ تفضل يا أخي يوسف. يعني بولس ذكر 7 مآسي، 7 كوارث كانت ستحدث لو لم يكن المسيح قد قام. على سبيل المثال الكتاب المقدس غلط، لأنه لما قام حسب الكتب، فإذا ما قامش يبقى الكتب غلط. مش بس كده، الرسل شاهدوا أن المسيح قام، كل الرسل، وكان ينبغي يشترط في الرسول أنه يشوف المسيح بعد القيامة، يبقى إذا الرسل شهود كذبوا. فلو ما قامش المسيح من الأموات يبقى إحنا شهود زور زي ما بيقول الرسول بولس. لكن مش بس كده، ده المسيح لو كان ما قامش يبقى معنى ذلك إن إحنا ما زلنا في خطايانا. لو كان المسيح ما قامش من الآخر إحنا أشقى جميع الناس. عشان كده بعد ما قال الفرضيات الكتيرة وجاوب عليها قال: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. قد احنا بنشكر ربنا كانت تبقى قصتنا مأساوية لو المسيح مات والحكاية خلصت على كده. لكن شكرا لله لقد تبع يوم الجمعة، الجمعة الحزينة الطويلة، تبعها أجمل أيام العمر عندما قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. تمام. موضوع القيامة لأنه موضوع جوهري، فأيضا له من ينكرونه، وإحنا عارفين البدعة التي ظهرت بعد قيامة المسيح وكان تمنها فضة اتوزعت على الحراس، وقالوا يعني الأكذوبة اللي لقيت صداها عند الناس وصدقوها الناس إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوا ونحن نيام. لو حبينا نقول محتاجين براهين أو عندنا براهين تدلل وتبرهن على قيامة المسيح وحقيقة قيامة المسيح، إيه هي براهين قيامة المسيح؟ إيه أدلة قيامة المسيح؟ تفضل. أولا القبر المفتوح، مين يقدر يشيل حجر يقال إنه وزنه 1.5 طن؟ كان بيتدحرج من العالي للواطي، ودي كانت سهلة العمال بيعملوها كده، لكن النسوة كانوا عايلين هم ازاي نرفع الحجر من تحت لفوق. بس لما راحوا القبر ما لقوش ان الحجر مدحرج، لكن بحسب انجيل يوحنا مرفوعا عن القبر، يعني اتشال وتحط في حته ثانيه. والقصد من ذلك ان اكبر عدد يدخل القبر ويشوف القبر الفارغ الذي هو برهان قيامه المسيح.
لا مش بس مفتوح، القبر مفتوح وفارغ ما فيهوش جسد، والقبر مفتوح وفارغ والأكفان مرتبة يعني ما تسرقش، لأن الحرامي بيجري بيعمل عملته بيجري، لكن كون الأكفان مترتبة وكأن جسد المسيح انسل من وسط الأكفان، ده السؤال فين جسد المسيح؟ لكن مش بس كده، لكن في ظهورات ملائكية أكدت أن المسيح قام من الأموات. يعني في كل الأناجيل نلاقي في ظهورات ملائكية. لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو هنا لكنه قام كما قال. ظهورات الملائكة تؤكد وتبرهن ذلك، على أن الرسل في سفر أعمال الرسل لم يشيروا لا إلى القبر المفتوح ولا إلى ظهورات الملائكة، لكنهم أشاروا إلى ظهورات المسيح لهم هم. يعني مثلا في كورنثوس الأولى 15 يقول ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن ولكن بعضهم رقدوا. إذن قيامة المسيح حقيقة مؤكدة. استطاع الرسول بطرس بعد 50 يوم من المنظر اللي شافوه متعلق المسيح في الجلجسة انه يقول كده، انتوا اخذتوا المسيح بايدي اثما صلبتموه وقتلتموه، وبعدين يقول هذا اقامه الله. يبقى اذا في يعني بعد 50 يوم من قيامة المسيح جاء الروح القدس، وشهد الرسول بطرس بقيامة المسيح ومحدش قادر ينكر ذلك. وبولس بعد ذلك يقول لأغرباس انا لست اصدق ان يخفى عليك مسألة موت المسيح وقيامة المسيح، لأن هذا لم يحدث في زاوية، مش حاجة تحت السلم، مش حاجة محدش شافها، لكن دي حاجة معروفة عند القاسي والداني. المسيح قام، المسيح قام، لكن الكذابين مش عاجبهم المسيح يقوم. ولغاية النهاردة ناس كتيرة بتصدق الكذب لأنها بتحب الكذب، بتحب الكذب. يعني قديس أغسطينوس قال إن الكذبة اللي أطلقها اليهود نصفها الثاني يكذب نصفها الأول. وإحنا نيام جم التلاميذ وسرقوا. يا راجل أنت شفت التلاميذ؟ وقالك شفتهم طبعا، شفتهم وأنا نايم. يعني كلام فارغ، لكن في ناس تحب الكلام الفارغ ومش عايز الحق، براحتهم، هم اللي حيندموا. حضرتك وانت بتشرح لنا الانجيل الذي كرز به بولس بحسب الكلام الوارد في كورنثوس الاولى 15 موت المسيح وقيامه المسيح حسب الكتب، وحضرتك دللت ببراهين كثيره من اقتباسات العهد القديم حتميه موت المسيح، لكن فيما يخص قيامه المسيح نشوف فين في العهد القديم اقوال العهد القديم عن قيامه المسيح سواء في نبوات او في رموز؟ يعني اوضح النبوات ما جاء فيه مزمور 16 الآية 9 و10 و11، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا لأنك لن تترك نفسي في الهاوي ولن تدع تقياك يرى فسادا، تعرفني سبيل الحياة. يبقى إذن دي نبوة صريحة عن قيامة المسيح، واقتبسها الرسول بطرس والرسول بولس. أما من جهة الرموز فهي كثيرة، على سبيل المثال يونان، المسيح نفسه استخدم هذا الرمز، كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. كمان نقدر نشوف حزقية الملك المرض للموت لدرجة أن إشعياء قال له أوصي بيتك هتموت، وبعدين صلى وسمع له من أجل تقواه، والرب قال له في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب، ورأى فعلا في اليوم الثالث بدل ما يموت راح لبيت الرب. إذن هناك رموز كثيرة تحدثنا عن موت المسيح وعن قيامته من الأموات. حضرتك وانت بتتكلم دلوقتي عن قيامة المسيح، المسيح قام باعتباره بكورة الراقدين، ويمكن واحد يقول هل ده يعني أن المسيح هو أول من قام من الموت؟ يعني طب وفين مثلا الذي أقامه أليشع واللي أقامه إيليا وحتى اللي أقامه المسيح لما كان بجسده على الأرض؟ يعني كلمة بكورة الراقدين
في الحقيقة اللي قاموا في العهد القديم واللي قومهم المسيح ماتوا تاني، فكانت قيامتهم يعني زي ما تقول إيه ملحق لحياتهم، ربنا أضاف عليه زي ما عمل مع حزقية ضاف على عمره 15 سنة. لا، المسيح مش كده. المسيح مش قام من الأموات علشان يموت تاني، لا، لكن المسيح قام من الأموات ولا يرى الموت ولا يذوق الموت مرة ثانية، لكن قام بقوة بحياة لا تزول. من هذا المنطلق وبكورة الراقدين احنا هنتبعه عندما يأتي المسيح للاختطاف. الأموات في المسيح سيقومون أولا، وإحنا الأحياء هنتغير ونخطف لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. رب يباركك يا أخ يوسف. نقول لولا موت الصلب يا فادي، ولولا حبك وقت عنادي، أنت نور يا رب وحدك وما فيش غيرك. صليبك صوت بينادي، صوتي خلي القلب يقول لولا موت الصلب يا فادي، لولا حبك وقت عنادي، عند صليبك صوت بينادي، صوتي خلي القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي، انت نوري وكل حياتي، من كان غيرك يمحي اثام يحمي عاري وينهي الام، من كان غيرك يشفي سقامي، من يخلي القلب يقول من كان غيرك يمحي أثامي يحمي عاري وينهي ألام، من كان غيرك يشفي سقامي، من يخلي القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي، انت نوري وكل حياتي، اتحملت الصلب بدال كان الدم التمن الغال، طهر قلبي وغير حال خلى صوت القلب يقول، واتحملت الصلب بدالي كان الدم التمن الغال، طهر قلبي وغير حال خلى صوت القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي، انت نوري وكل حياتي، انت نوري وكل حياتي. والأساس هو عمل المسيح على الصليب، موت المسيح على الصليب وقيامة المسيح. الكتاب المقدس هو كتاب الحمل. الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية يقدم لنا شخص المسيح باعتباره الحمل. الكتاب المقدس مش زي أي كتاب آخر، عبارة عن قصص متناثرة، لكن من التكوين إلى الرؤية يقدم لنا شخص المسيح، فهو نسل المرأة الذي يأتي لكي ما يسحق رأس الحية في سفر التكوين. هو الذبيحة التي ذبحت وأخذ الجلد لكي ما يكسي عري أبوين آدم وحواء في سفر التكوين. هو الكبش الممسك بقرنيه في الغابة في تكوين 22. هو خروف الفصح اللي بيكفي بيت في خروج 12. هو في اللويين من أصح 1 لغاية أصح 7 الذبائح المتنوعة اللي سمعنا عنها، المحرقة والسلامة والإثم والخطية.
هو المسيح، هو ذبيحة يوم الكفارة التي تكفر عن الأمة، مش بس عن شخص ولا عن بيت لكن عن أمة. هو المسيح اللي لما جه في ملء الزمان قال عنه يوحنا المعمدان: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هو الحمل، هو اللي في سفر الرؤيا الجالس في وسط عرش الله، ودي حاجة غريبة قوي. العرش عرش الله، لكن الجالس عليه هو الحمل. ورأيته وإذا في وسط العرش خروفا قائما كأنه مذبوح. إزاي عرش الله ويجلس عليه المسيح باعتباره الخروف؟ لأن ببساطة المسيح هو الله يا جماعة، فهو الحمل. لكن الحمل ده عنده غضب، الغضب شديد جدا في يوم غضب الخروف. لما هيجي المسيح باعتباره المنتقم لكي ما ينتقم من أعدائه الذين لا يقبلوه أو لم يقبلوه، غضب مخيف، مخيف جدا. يا جبال اسقطي علينا، يا أكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن وجه الخروف. احنا مش قادرين نقف قدام هيبة هذا الشخص. مين ده؟ الحمل المذبوح. نعم، هو المسيح. فمن التكوين إلى الرؤية، شخص المسيح هو الحمل. عزيز المشاهد، عايز أسيب معاك هذه الكلمات: مصيرك الأبدي يتحدد من موقفك من المسيح، وبالإجابة على سؤالين هامين. السؤال الأول: من هو المسيح؟ السؤال الثاني: ماذا عمل المسيح؟ أنا عارفك أنك ممكن ترد علي تقول لي: أنا عارف من هو المسيح، هو نبي الله، هو رسول الله، هو عبد الله. أقول لك كل ده ما يودكش السماء، لكن عليك أن تؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. ولو قلت لك عمل إيه المسيح تقول لي: عمل معجزات، فتح عيون العمي، أقام الموتى. أقول لك كل ده ما يودكش السماء، عليك أن تؤمن أنه كان كفارة كاملة على الصليب. يعني تؤمن بلاهوت المسيح وصليب المسيح. إذا أمنت بأن المسيح هو نبي عظيم ورسول عظيم لكن لا تؤمن أنه الله الظاهر في الجسد، مش هتستفيد حاجة. وإذا أمنت أنه عمل معجزات لكن ما ماتش، أخذ حيا إلى السماء أو لم يذق الموت، برضو ما استفدتش حاجة. عليك أن تؤمن بلاهوت المسيح وبكفارة المسيح. أتذكر ما قاله المسيح في قيصرية فيلبس في متى 16: سأل من يقول الناس إن أنا ابن الإنسان؟ جاءت إجابات متعددة: أنت إيليا، أنت أرميا، أنت واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون؟ قال له سمعان بطرس: أنت هو المسيح ابن الله الحي. المسيح قال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. فالإجابات السابقة كلها ناقصة: أرميا، إيليا، واحد من الأنبياء، كل ده ما يكفيش. لكن عليك أن تؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وعليك أن تؤمن أنه مات على الصليب. بالحقيقة مات وبالحقيقة قام. تقول لي إزاي يموت؟ أقول لك هو جاي عشان يموت. هو أنت فاكر أنه جاي علشان يعمل معجزات؟ هي المعجزات كانت تحتاج أن يجي من السماء؟ مين شق البحر الأحمر قدام شعبه قديما؟ أليس هو دون أن يتجسد؟ مين اللي كان مع الفتية الثلاثة في آتون النار؟ أليس هو دون أن يتخذ جسدا؟ مين اللي إدى نسل سارة وإبراهيم؟ أليس هو دون أن ينزل في جسد إنسان؟ إذن لماذا تجسد المسيح؟ تجسد المسيح لكي يذوق بنعمة الله الموت. هو مش جاي بس عشان يعمل معجزات، هو جاي علشان يموت. لكن الرائع أنه مات، بالحقيقة مات، لكنه أيضا قام في اليوم الثالث. والإيمان المسيحي يرتكز على هاتين الحقيقتين: موت المسيح وقيامة المسيح. وسمعنا في الحلقة الرائعة ديت: آه لو لم يقم المسيح كنا بعد في خطايانا. بس أنا هكمل لك في الأيام الصعبة ديت. بص حواليك وشوف فيروس كورونا بيعمل إيه، بيحصد أرواح الملايين. لو ما عندناش رجاء في مجيء المسيح بعدما قام منتصرا ناقضا أوجاع الموت، كنا أحبائنا اللي بيفرقونا وبنودعهم هنعمل معاهم إيه؟ لو ما كانش عندنا إيمان بقيامة المسيح ونصرته على الموت ومجيئه مرة أخرى قدام الأوبئة والكوارث وقدام الأحزان والأتعاب والمآسي. أنا عايز أسيب معاك الكلمات الأخيرة دي يا حبيب، عايز أسيب معاك عزيز المشاهد هذه الكلمات: أي يوم عمله ربنا في بداية الخليقة
الأيام الستة أو الأيام السبعة كان مساء وصباح، مساء وصباح، المساء أولا ثم الصباح. لأن ربنا عارف كويس قوي إنك ممكن تبتديها بالمساء، لكن لازم يجي الصباح. هيكون في صليب يوم الجمعة، لكن في قيامة يوم الأحد. هيكون في آلام هنا، لكن في أمجاد هناك. فعند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. عزيزي المشاهد، أينما كنت الآن، في أي مكان في العالم، في الوطن العربي، في نورث أمريكا، في أي مكان في العالم، أنت أكيد حواليك المعاناة والمآسي اللي تركها كورونا فيروس في الأرض. يمكن ده هو المساء بالنسبة لك. ربما تمر في ضيقة أو في ألم أو في تجربة صعبة، هو ده المساء. بس أقول لك في صباح بعد الجمعة، في أحد، في صباح. وهذا الصباح مرتبط بقيامة المسيح. المسيح قام، المسيح قام، المسيح قام، انتصر على الموت، المسيح قام، عير القبر والهوية، المسيح قام، قام بقوة حياة لا تزول. وإن كنا نؤمن أن يسوع قد مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. وإن كنا نؤمن بقيامة المسيح فأن لنا هذه الغلبة، فالمسيح قام منتصرا، قام بقوة حياة لا تزول. أنا بشجعك عزيز المشاهد، إن ما كنت سمعت الكلام ده قبل كده، إنك تحدد موقفك من المسيح. المسيح ليس فقط نبي من عند الله، المسيح مش رسول من عند الله ونقطة، أبدا. المسيح هو الله الظاهر في الجسد، والمسيح هو الكفارة على الصليب، وهو الذبح العظيم، هو حمل الله، هو اللي قام بالعمل وكمل العمل وسدد الدين. أنت سمعت، وعليك مسؤولية أن تقبل المسيح وتحدد موقفك من المسيح وتقول له بقبلك يا حمل مذبوح عني، بسيدك على حياتي يا من ذبحت لأجلي، بقبلك يا من سفك دمك الزاكي الثمين على الصليب، ادخل حياتي، غيرني، نور حياتي ونور بيتي. أسيب معاك الترنيمة الأخيرة ديت مع الأخ الحبيب باسم، وانت بتسمعها حاول تكون كمان بتصلي كلمات هذه الترنيمة. هل جلست في هدوء ونظرت للعلاء وتأملت صليبا لأجلك بين أرض وسماء؟ هل جلست في هدوء ونظرت للعلاء وتأملت صليبا بين أرض وسماء؟ فوقه الحب تجلى بجراح ودماء، صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء، صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء. يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير، يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير. مسحت دمع السكين من عيون البسطاء، نازعا حزن الحزانة، زارعا فيهم عزاء، غافرا كل الخطايا، شافيا من فيه داء، رافعا كل البلايا، دافعا عنك الشقاء، رافعا كل البلايا، دافعا عنك الشقاء. يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير،
يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضريح. هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدماه علم الدنيا العطاء راضيا ضحى غناه حتى يغني الفقراء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضريح فيبصر حتى الضريح. اخ باسم، يعني وانت بترنم الترنيمه ديت انا كنت قلت دي اخر ترنيمه في الحلقه، بس الروح القدس يعني حط قدامي كده حاجه. ربما يكون حد بيشوفنا دلوقتي، انت عارف الايام اللي احنا فيها دي ايام صعبه جدا جدا، وناس جرحت في ناس، وناس عورت ناس، وناس اهانت ناس، مع ان كورونا فيروس مبهدل كل الناس، لكن حتى الناس بتبهدل في الناس. وانا افتكرت منظر المسيح على الصليب او هو في المحاكمات، الاشرار قالوا عليه وجدنا هذا يفسد الامه، مع ان هو الوحيد اللي جاي عشان يصلح الامه، جاي عشان خير الامه، فافتري عليه بما ليس فيه، والاشرار قالوا والباقي صدقوا. فيمكن في الايام ديت في ناس مجروحه، ناس متقال عليها كلام، ناس العلاقات مكسوره ومقطوعه لاجل برضو اتهامات، لاجل اقاويل، وفي مراره في الداخل قدام صليب المسيح، وقدام اللي عمله المسيح، وقدام موقف المسيح من صليبيه لما قال يا ابا اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فاحنا عايزين نختم بترنيمه بعد ما اقول الكلمه الاخيره ديت عند الصليب بركة عندك، وافتكر بقى كل إساءة لم تغتفر، واشوف الذنب، واشوف التجريح، واشوف الإهانة، واتذكر سيدي القدوس البار اللي جاي عشان خير الأمة، وقالوا عليه وجدنا هذا يفسد الأمة، اتقال عليه كل ده، وخير لي أن أتمثل بسيدي. فخلينا نبص على الصليب. تجهز لنا الترنيمات ديت بعد الكلمة الأخيرة، ونختم الحلقة بالترنيمة الأخيرة مع حضرتك. عزيزي المشاهد، أسيب معاك هذه الكلمات الأخيرة. ربما تكون قد جرحت أو أهنت أو ظلمت أو افتري عليك أو قيلت ضدك أقاويل كثيرة. عايز أقول لك عينك تتحط على شخص المسيح. في مرنم بيقول ليتني أنظر دوما إلى من عني احتمل حتى لا أخور يوما في سعي ورا الحمل. المسيح اللي جاء عشان خير الأمة يقولوا عليه وجدنا هذا يفسد الأمة. المسيح البار في المحاكمات يجيبوا له تهم كاذبة، وبرباس اللص المفتري القاتل يطلع براءة. موازين البشر تعمل كده. بس أنا عايز أقولك على حاجة، إذا مشيت ورا الرب السكة اللي هو ماشى فيها أنت هتمشي فيها، أهين أنت هتتهان، بس مش هي دي النهاية. في حاجة تانية اسمها القيامة والمجد. ففي إهانة وفي ألام وفي افتراء وفي أقاويل وفي تجريح وفي مساء، بس في صباح، في قيامة، في مجد، في مكافآت، في ثقل مجد أبدي، في خفة ضيقة وقتية، لكن في ثقل مجد أبدي. فأنا هسيب معاك الصلوة الأخيرة ديت، هصلي لأجلك ولأجل كل المشاهدين، وبعد الصلوة الأخ الحبيب باسم هيختم معانا بالترنيمة دي. ربنا يسوع المسيح، نشكرك من كل القلب، نشكرك لأنك إذ أتيت إلى عالمنا يا رب الإنسان الكامل القدوس البار،
نشكرك لأنك البار الوحيد والقدوس الوحيد، ما كانش فيك عيبة، لم تفعل خطية ولم تعمل خطية، لم تعرف خطية، لم يكن فيك خطية، لكن نشكرك لأنهم أبغضوك بلا سبب. وعند المحاكمات يا رب، كل المحاكمات أظهرت براءتك وخلوك من الذنب والعيب، لكن نشكرك على الصليب الرب قد وضع عليك إثم جميعنا. نشكرك لأنك حملت أثامنا وذنوبنا، أكملت العمل، دفعت التكلفة كلها، دفعت الفاتورة الباهظة عندما مت لأجلنا، ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لكن نشكرك لأنك قمت يا رب، وهذا هو الأمل لنا نحن جميعا. أنت قمت، انتصرت وصعدت وجلست في عرش أبيك، أنت هناك في السماء رئيس كهن عظيم، ترثي لنا يا رب. ربنا وحبيبنا يسوع، في هذه الأيام أطلبك بلجاجة أن تصل إلى المعذبين، إلى المجروحين، إلى المهمشين، إلى المنبوذين، إلى المطحونين، إلى المظلومين، إلى الباكين. كل العائلات فيها ناس بتبكي، كل البيوت فيها ناس مجروحة ومجربة يا رب. اوصل بهذه التعزية للقلوب، ولمع قدام عينينا شخص المسيح المقام المنتصر والجالس فوق جميع السماوات، والذي يأتينا سريعا ليأخذنا إلى البيت الأبدي. آمين. تعالى أيها الرب يسوع. آمين. آمين. تفضل. أتأمل في جراحاتك، أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك. حتى لو كان الرأس ثقيل، حتى لو كان الكل مريض، أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك. بجلدتك شوفيت، بجلدتك شوفيت، بجلدتك شوفيت يا يسوع، بجلدتك شوفيت. كل إساءة لم تغتفر، وجرح في القلب اتحفر، حتى لو كان بقاله سنين، إيماني فيك انت يا معين. كل إساءة لم تغتفر، وجرح في القلب اتحفر، حتى لو كان بقاله سنين، إيماني فيك انت يا معين. بجلدتك شوفيت، بجلدتك شوفيت، بجلدتك شوفيت يا يسوع، بجلدتك شوفيت. وارفع المجد لاسمك في صليبك، قوة شفاء والتحرير والتبرير والسلام والحرب.